ورجعنا لحضراتكم مره تانية على الهواء مباشره، وبنبدا معاكم دايما بفقره الصحافه. منورنا الصحفي المتميز جدا محمد طلعت الهواري، صحفي جريده المصري اليوم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا دينا. خلينا نقول على طول من جريده الشروق الصفحه الاولى، وما زال الدم يسيل على القطبين. الوطن الصفحه الاولى، دكتور هشام منديل رئيس الوزراء: الحادث لا يستدعي استقالتي ولا محاسبه الوزير. الشروق الصفحه الاولى: الدستوريه تؤجل حل التاسيسيه ل 3 فبراير واحاله الشورى للمفاوضين. المصري اليوم الصفحه الثالثه: السجن 5 سنوات و300 جلده للجيزاوي وحكم اقل لشريكه السعودي. احنا عندنا بعد كده ازمه الوقود. صح، ازمه الوقود تتواصل في المحافظات والبترول ندرس كوبونات كميات الكوبونات. الوطن بعد كده، الوطن الصفحه الثالثه: 25 يناير الانقاذ تدرس الاحتجاج امام الاتحاديه لاقاله الحكومه والاخوان لن نتظاهر. مالك: من لندن ادعو رجال الاعمال للعوده الى مصر. واخيرا الصفحه الثالثه من الاخبار: وزير الماليه: تعديلات في خطه الاصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد. نبدا على طول، هو من جريده الشروق: وما زال الدم يسيل على القطبين. يعني الحقيقه لازم بنتقدم بخالص العزاء الى اسر الضحايا اللي سقطوا في حادث هذا القطار في البدرشين، وبنتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وبنتوجه بالعزاء ايضا الى جمهوريه مصر العربيه، وبنتمنى الشفاء العاجل لجمهوريه مصر العربيه جراء هذه الحوادث المتكرره. عارفة يا دينا، زمان كنا في نكتة كده بنقولها وإحنا صغيرين، يعني إن مرة واحد خد 77 ألم على سهوة. فالحقيقة أنا من تكرار الأزمات ومن تكرار الكوارث في مصر، واللي تكاد تكون إلى حد التطابق، فيبدو إن إحنا مش قادرين نفوق من اللي بيحصل، ومش حابين ناخد إجراءات سريعة جدا، وكل اهتمامنا في الوقت الحالي هو منصب على اتجاه واحد فقط، هو السياسة وقليل من الاقتصاد. لكن ما يتعلق بحياة المواطن أعتقد أنه هو خارج حسابات الجميع، علشان نكون منصفين. طيب إيه الحل؟ إحنا النهاردة شايفين تكرار لهذه الحوادث، فمرة بسبب المزلقانات، المرة دي الحادث بسبب الصيانة. إن مفيش صيانة جيدة. لكن أنا بس عايز أقف عند نقطة مهمة جدا. في الوقت الحالي أي شيء بيحصل على طول بنقول انه ميراث من النظام السابق، نظام الرئيس السابق حسني مبارك. اعتقد ان احنا لازم بقى نتجاوز شويه الموضوع ده. يعني اولا فيما يتعلق بالمسائل الامنيه، لما كانت بتحصل حاجه كنا بنقول الطرف الثالث. لما كان بيحصل ازمه اقتصاديه بنقول فرول النظام السابق بيحركوا، او يعني بيحركوا الاوضاع الى هذا السيناريو. دايما في شماعه بنعلق عليها، دايما في شماعه بنعلق عليها الاخطاء. اختلفت هذه الشماعه من النظام مبارك، القلة المندسة، ثم المجلس العسكري اللي كانوا بيشيروا الى الطرف الثالث، ثم الى نظام الرئيس مرسي، والذي يقول دائما ان الفلول او فلول النظام السابق هم من وراء ما يحدث. نحن امام وقائع ما فيش فيها فصال، ما فيش فيها جدال، ولا تحتمل ابدا ان يكون الفاعل مجهول تقديره هو او هم. لازم يكون في صراحه وفي شفافيه وفي مكاشفه على اعلى مستوى. الامر لا يتعلق باقاله وزير او اقاله مسؤول او تحميل الموضوع الى عامل صيانه صغير او ما الى ذلك. اعلم جيدا ان احنا بعد حادثه القطار اللي حصلت في اليوب، اعتقد ان الكلام ده كان في حدود 2009 2010 لو لم تخني الذاكره، ونزلنا واشتغلنا وشفنا ايه اللي حاصل، فوجدنا مثلا ان سائق القطار بيشيك على القطر فبيلاقي والله ان هو عنده مشاكل 1 2 3 4، لكن مسؤول الصيانه في المحطات يقول له لا لازم تخرج، يقول له انا ما اقدرش اخرج بالقطر في الحاله دي، فيقول له لا لو ما خرجتش انا هعمل لك قضيه في امن الدوله ان انت بتعطل مصالح المواطنين وما الى ذلك. فيضطر السائق ان هو يمضي ان القطار بحاله جيده وبيخرج من المحطه الرئيسيه، ولكن بيقف عند اول محطه تقابله وبيسجل في دفتر المحطه دي المشاكل اللي عنده في القطر، عندي مشكله في التوربينات، يعني بيسجل الامور علشان يخلي مسؤوليته. طيب هذا الكلام انا كصحفي عارفه من سنوات. طب هل لا يصل الى المسؤولين؟ هل يصل الى الجهات الرقابيه؟ ازاي يعني بنصل كل مره الى هذه الازمه؟ وازاي بتحصل كل هذه الازمات ولا نخرج باي درس مستفاد؟ ولا نتخذ اجراء؟ الاجراء مش ان انا زي ما قلت ان انا اقيل مسؤول او ان انا احول للتحقيق، ولكن ان انا ادرس صلب المشكله واساس المشكله. وده هينقلنا للتصريح الثاني اللي قاله الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وهو تصريحات خاصه لجريده الوطن.
وقال فيها أن الحادث لا يستدعي استقالتي بالضبط ولا محاسبة للوزير. ولا محاسبة للوزير. إن صحت هذه التصريحات أعتقد إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا، لأن أي دولة محترمة وأي مسؤول محترم في دولة محترمة يقدر المسؤولية. أعتقد أنه هو يجب على الأقل ولو من ناحية يعني حفظ ماء الوجه ومن منطلق المسؤولية السياسية أن هو بيقدم استقالته. دكتور هشام قنديل، يعني تعالوا كده نشوف في خلال الشهور الماضية على مستوى الأداء الاقتصادي، على مستوى الأداء الأمني، على مستوى لو مسكنا أكتر من محور نشتغل فيهم، مش هياخد 10 من 10، مش هياخد 9 من 10، مش هياخد 8 من 10، أعتقد هياخد أرقام أقل من كده بكثير. ومع ذلك نحن نتمنى للرجل التوفيق الحقيقة، يعني نتمنى أنه هو يعمل حاجة، ولكن أمام حدث بهذا الشكل يجب أن نكون على قدر المسؤولية، وبالتالي لا يجب أن يكون لدينا شماعات، يجب أن يكون لدينا وقائع، يجب أن يكون لدينا تحقيقات تصل إلى أعلى المستويات، وأن يكون هناك تطهير حقيقي. ولما بتكلم على التطهير الحقيقي أنا مش بتكلم على تطهير منظومة السكك الحديدية من فلول النظام السابق زي ما بيتقال، ولكن أنا بتكلم أن أنا لسه قبل ما أدخل الاستوديو دلوقتي كنا بنشوف إحدى القنوات الفضائية عارضين يعني ما قيل في صحف العالم سنة 1922 عن مصر، أن بها أفخم خطوط السكك الحديدية وأرقى القطارات. أين نحن من هذا وما الذي وصلنا إليه؟ فبالتالي نحن في حاجة إلى تغيير منظومة إدارية على أعلى مستوى، فكر، أن يكون لدينا مشروع، أن يكون لدينا رؤية. شايف، أنا حاسة أن إحنا اللي بنبت فيه بنصبح فيه، يعني حاسة أن أنا وإنت اتكلمنا قبل كده، مش عارف برجع كده بالذاكرة، حاسة أن أنا وإنت اتكلمنا عن قطار الصعيد قبل كده، وحاسة أن إحنا اتكلمنا عن في المشروع يعني، وحاسة أن اللي بنبات فيه بنصبح فيه بنبقى 77 قلم على سهم. بالظبط 77 قلم على سهم، صح. وبمناسبة المشروع، أين المشروع؟ أين مشروع النهضة؟ أين بلاش مشروع النهضة، أنا مش عايز مشروع النهضة، أنا عايز مشروع قومي، مشروع قومي نقدر كلنا نلتف حواليه، نقدر كلنا نشتغل عليه. هذا المشروع يذوب فيه الجميع، إخوان وسلفيين والليبراليين وعلمانيين وكل علشان كلنا نشتغل، علشان المشروع ده يفضل موجود طول الوقت. أي رئيس بيجي بفكر، بنظام، برؤية، بتوجه سياسي، بأيديولوجيا، هو جاي علشان يشتغل على ده. نختلف على آليات تنفيذ الأهداف، ولكن لا نختلف على الأهداف. ده صحيح. طول ما احنا مش عندنا هذا المشروع القومي هنفضل طول عمرنا في هذا التخبط، وهنفضل في إطار اللا دولة، حيث لا قانون ولا رؤية ولا استراتيجية ولا مسؤولية ولا محاسبة ولا شفافية. أشكرك. الشروق من الصفحة الأولى، الدستورية تؤجل حالة التأسيسية لـ3 فبراير وإحالة الشورى للمفاوضين. المحكمة الدستورية العليا أمس كانت بتنظر قضيتين، قضية حل مجلس الشورى وقضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووصلت إلى أنه تم تأجيل نظر أو الحكم في هذه القضية، قضية حل التأسيسية، ليوم 3 فبراير، وأحالت قضية مجلس الشورى إلى المفاوضين لإبداء تقريرها النهائي حولها. عايزين نقول أن امبارح كان اللي بيتم نظر القضية في حماية الشرطة وبعض أنصار التيارات السياسية اللي لم تشارك في حصار المحكمة الدستورية. دي برضو من عجائب مصر الحقيقة، زي موضوع القطر، أن احنا يكون عندنا مؤسسات قضائية تحت الحصار، وأن قضاتها مش عارفين يدخلوها بغض النظر اتفقنا أو اختلفنا معهم. ولكن فكرة القضاء هو من هيبة الدولة، وعندما نتحدث عن هيبة الدولة نتحدث عن دولة، فلما يكون ما فيش هيبة وما فيش قضاء ما فيش دولة طبعا. فتم تأجيل القضية، ولكن أنا هنا بس توقفني حاجة، ماذا إذا صدر قرار بحل مجلس الشورى على غرار ما تم من حل مجلس الشعب لنفس الأسباب تقريبا؟ وهل هذا المجلس محصن ضد الحل، وبالتالي هل سوف ندخل في مشكلة جديدة وأزمة جديدة تضاف إلى رصيد الأزمات اللي بنعيشها في الوقت الحالي؟ الوضع في مصر لم يعد يحتمل أي أزمات من أي نوع على أي مستوى، لا بين الرئاسة ولا القضاء ولا بين القضاء والقوى السياسية. طيب أنا سؤالي بس هنا، هل أعضاء مجلس الشورى بيتم تعيينهم؟ في انتخابات، كانت موجودة انتخابات، وفي جزء تم تعيينه. ولكن هو لنفس الأسباب بتاعة حل مجلس الشعب ربما يتم حل مجلس الشورى. فنرجع تاني يعني زي ما بيقولوا، فنرجع تاني للنقطة صفر اللي احنا يعني يبدو ان احنا بقينا خلاص في هذه الأيام بنشهد هذا الموضوع، يعني محاكمة مبارك
عادت إلى نقطة الصفر. مفاوضات صندوق النقد الدولي بدأت مرة أخرى من الصفر في عقاب مجموعة من الأحداث اللي شهدتها البلاد، يعني أعتقد أن الصفر ده هيبقى معانا شوية يعني. المصري اليوم الصفحة الثالثة، السجن 5 سنوات و300 جلد للجزاوي وحكم أقل شريكه السعودي. في بقى كائن أسطوري جدا اسمه مواطن المصري. تمام. كائن أسطوري فعلا. هذا الكائن الأسطوري بقى إحنا بندور على حقوقه. يعني فإحنا مش عارفين نجيب حقوقه كاملة داخل مصر. وبالتالي أنا مش مستغرب كتير جدا للأسف الشديد، وأنا بعتذر إن أنا بقول الكلام ده، لكن أنا مش مستغرب كتير قوي من الحكم اللي صدر في حق أحمد الجزاوي. أحمد الجزاوي هل هو تم ترفيق القضية أم هذه القضية تم نظرها بكل حيادة وبكل شفافية؟ ما هو نصيب مصر من متابعة القضية منذ البداية وما وصلت إليه؟ هل كان هناك محامي مع الجزاوي؟ 300 جلد حتى أعتقد أنه هو رقم يعني مبالغ جدا فيه يعني، وربما يفتينا في ذلك السادة الأفاضل المتخصصين في الشريعة الإسلامية. هل هذا من الشرع أن يتم جلد مواطن 300 جلدة؟ وما هو السبب؟ وزي ما احنا شايفين في حكم أقل لشريكه السعودي. في كل الأحوال احنا حتى في الوسط الصحفي كل لما بنتكلم على حقوق المصريين في الخارج وعلى ما يتعرض ليه المصريين في الخارج بيتم الرد علينا برد واحد فقط، وهو طيب ما الرئيس مرسي جاب الزميلة الفاضلة شيماء عادل اللي في جريدة الوطن جابها من السودان اللي هي كانت محبوسة في السودان. صحيح. وكأن الرئيس مرسي فعل شيء لا يجب أن يفعله أو فعل شيء غير العادي أو غير الطبيعي. أعتقد أن أي مواطن مصري داخل حدود هذا البلد أو خارجه هو مسؤولية مباشرة في رقبة الرئيس محمد مرسي وفي رقبة جميع المسؤولين ويجب أن تتم متابعته. لدينا أيضا إذا كنا بنتكلم على مواطن مصري اسمه أحمد الجزاوي في المملكة العربية السعودية فيجب أن نتحدث أيضا عن مواطنين مصريين آخرين محبوسين في الإمارات والسعودية وغيرها وفي غيرها من الدول، يجب أن نعرف مصير هؤلاء دائما ويجب أن يكون هناك شفافية ومتابعة للمصريين حتى نعتز بهذه الجنسية التي نحملها. هنا نروح لأزمة الوقود، تتواصل في المحافظات والبترول ندرس كميات يعني الكوبونات. أزمة قطر وبعدين أزمة قضاء وبعدين دلوقتي أزمة الوقود برضو 77 قلب على سهوة. أيوة بالظبط. أكثر من مرة اتكلمنا في هذا الأمر وواضح جدا أن في يعني شهور معينة على مدار السنة بيحصل فيها هذا الأمر. عندنا نقص حاد جدا في السولار ونقص حاد جدا في بنزين 80. أنا كل ما يعنيني الحقيقة هو أسباب هذه الأزمة، لماذا تحدث؟ هل المسألة مسألة تهريب سولار زي ما كان بيصار في بعض الأحيان؟ وهل هذا جديد؟ وما الذي وصلنا إليه؟ هي الخطوات اللي احنا خدناها قبل كده. انا حاسس ان انا يعني بعيد أيوة انا حاسس ان انا شفت اليوم ده قبل كده. ايوه انا حاسس ان انا شفت اليوم ده قبل كده. انا كمان فبرضه مره تانية يعني التكرار بيعلم الشطار، فارجوكم الساده الافاضل في الحكومه وفي وزاره البترول وفي وزاره التموين اعرفوا لنا ايه السبب. هل المشكله مشكله ان في عدد قليل من المفتشين اقدر ابعته على كل محطات الوقود؟ نكتر المفتشين ودي تبقى فرصه كويسه ان احنا نعين ناس والله. أيوة حتى لو بعقود مؤقته يعني معلش. أيوة. بس اهو يعني نحاول. طيب الحاجه الثانيه، هل بيتم تهريب السولار؟ ايه منظومه التفتيش اللي موجوده عندنا بالزبط. طب هل في مثلا عربيه سولار اتمسكت وهي بتهرب السولار؟ في بيتمسك، احنا كل يوم بيجي لنا بيانات من الداخليه ومن التموين وكويس جدا. عملنا ايه بقى مع الراجل اللي احنا مسكناه وهو بيهرب البنزين؟ يمكن في الموضوع ده. انت سمعت عن موضوع الحمام الزاجل ده اللي معاه المايكروفيلم. يمكن معاه الحل. ايوه اللي هو يعني ما علينا بالظبط. ولكن انا بتكلم هنا على موضوع الوقود وعلى موضوع البنزين والسولار. ده العربيه اللي بتتمسك او الراجل اللي بيتمسك هو بيهرب البنزين او السولار ده عملنا معاه ايه؟ لو كانت عمل معاه حاجه ما كانش اكيد غيره عمل. الراجل اللي بيخش مع أهله وعزوته بمطايب سكاكين على محطة بنزين علشان ياخد السولار والبنزين بالقوة، هل حد عمل معاه حاجة؟ ما هو لو حد عمل معاه حاجة أكيد غيره مش هيعمل كده. زي بالضبط الأحداث اللي احنا شفناها على مدار السنتين سواء أحداث مسبيرو أو محمد محمود أو مسرح البالون أو 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 إلى آخره، يعني الحقيقة بقاع الدم المصري منتشرة في كل الشوارع الحقيقة. هل وصلنا إلى شيء في هذا الأمر؟ لم نصل إلى شيء. هل تم حساب أحد؟ لم يتم حساب أحد. هل هناك جناه؟ ليس هناك جناه. وبالتالي هناك تشجيع للمصريين على مخالفة القانون لأن يبدو أن لا يوجد قانون. القانون يبدو أنه في أجازة، فيش حد بيتحاسب، وبالتالي ده بيشجعني كمواطن مصري أن أنا أروح أرتكب جريمة قتل
وانا عارف ان انا لن يحاسبني احد. انا عارف ان لن يحاسبني احد والقانون لا يطبق كمان ولا ينفذ. فالروشتات موجوده لكن يبدو ان مفيش اراده للحل. مفيش حد بيسمع. لو مفيش حد عايز يسمع هاتوا لنا حد يسمع. لان لو الناس فضلت كده محدش بيسمعها هتضطر انها تنفجر. أكيد. واذا انفجرت فاحنا مش عارفين الحقيقه هذا الانفجار هيكون شكله ايه. ثوره 25 يناير لما قام بها مجموعه من الشباب مستوى اجتماعي جيد، مستوى اقتصادي جيد، مستوى تعليمي جيد، مستوى من الوعي والثقافه جيد، ولكن لا نعلم اذا حدثت اي اضطرابات في البلاد كيف سوف يكون شكلها، من سوف يحركها، من سوف يتصدرها. اعتقد ان دي كلها مؤشرات خطيره لازم نعمل حسابها من دلوقتي. ده مرتبط بالخبر اللي موجود معانا بعد كده، وهو بيتكلم عن الاحتفالات او الموجه الثانيه. ما في برضو وجهتين نظر موجوده. 25 يناير جبهه الانقاذ بتدرس الاحتجاج امام قصر الاتحاديه لاقاله الحكومه، وجماعه الاخوان المسلمين بتقول لنا نتظاهر وسوف نقوم باجراء ما يسمى المليونيات الخدميه في المحافظات بشكل احتفالي، وايضا بعض رموز الجماعه الاسلاميه وتيار الاسلام السياسي سوف يشاركونا في هذا الاطار. باقي التيارات تتحدث عن اسقاط الدستور، بتتحدث عن اقاله حكومه الدكتور هشام قنديل. ارى ان هناك اجماع ان ليس الهدف من هذه المظاهرات هو اسقاط الدكتور محمد مرسي الرئيس المدني المنتخب، ولكن هناك حديث عن اسقاط هذا الدستور لما به من عيوب يراها البعض. عايز اقول بس هنا ان سواء اللي قالوا نعم او اللي قالوا لا، احنا عارفين ان اللي قالوا نعم اكتر من اللي قالوا لا، واكتر بكتير من اللي قالوا لا، ولكن بس النسبه الكبيره الاثنين مع بعض على بعض، اللي قالوا لا او اللي قالوا نعم كلهم على بعض 33% من الشعب المصري بالظبط. في 67% من الشعب المصري لم يقل كلمته. ال 67% من الشعب المصري ارى في تحليلي الشخصي وربما اكون على خطا، هم ال 67% اللي ايام الرئيس السابق حسني مبارك قالوا نديله فرصه وقالوا نسيبه يكمل المده بتاعته، والراجل قال هيعيش وهيموت على ارض مصر. ثم عندما قرر الرئيس السابق حسني مبارك التنحي نزلوا ال 67% في الشوارع واحتفلوا. بعد كده قالوا ان احنا املنا بتتعلق على اشخاص مثل الراحل عمر سليمان. ثم عندما دخل السباق الرئاسي إلى منطقة أكثر سخونة وبعد فوز الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية نزلوا برضو الـ 67% دول وقعدوا يحتفلوا في الشوارع. النهاردة الـ 67% ما نزلوش الاستفتاء، واعتقد ان ده مؤشر خطير جدا ورساله واضحه. الكتله دي كتله غير يعني ما حدش عارف هي بتفكر ازاي او عايزه تعمل ايه. وبالتالي يجب استرضاء هذه الكتله. المساله مش مساله نعم ولا، مش مساله تيار سياسي على اخر، ولا يجب اطلاقا ان احنا ندخل الى هذا الحد من الاستقطاب السياسي داخل المجتمع المصري. ونسمع اصوات الحقيقه من اغرب ما يمكن بتتحدث عن احنا هنوريكم، احنا هتشوفوا بس هنعمل ايه، بس لما البلد تستقر وكاننا في حاله احتقان ومنتظرين احنا نمسك في خناق بعض. هذا البلد اسمه مصر، دروس التاريخ بتقول ان هو بيستوعب الجميع، وبتقول ان مفيش اي حد بيقدر يفرض عليه شيء، ومفيش اي حد بيقدر يفرض عليه هويه معينه. نحن بلد اسلامي، نحن بلد مدني، نحن بلد ضارب في جذور الحضاره، نحن بلد يعني يستوعب ويشرب الجميع، ولن يستطيع احد ايا كان ان هو يسيطر عليه. خلينا نروح. انا عارفه ان وقتنا خلص بس سريعا انا هاخد خبرين بسرعه. مالك من لندن ادعو رجال الاعمال العوده الى مصر. الاستاذ حسن مالك رجل الاعمال وهو من جماعه الاخوان المسلمين. يعني الراجل يعني بيشوف في محادثات شغاله مع بعض رجال الاعمال. هذا امر جيد الحقيقه، وبيحاول ان هو يعرف المستثمرين في الخارج بمناخ الاستثمار في مصر وما وصل اليه علشان اللي حصل في خلال السنتين الماضيتين، وازاي ان احنا ممكن نحسن فرص الاستثمار في مصر. ولكن انا اتوقف امام تصريحاته باي صفه يتحدث، باي صفه يخاطب رجال اعمال حتى من الهاربين ان هم يعودوا مره اخرى الى مصر. اعتقد ان ده شيء يحتاج الى الفصل. نحن نتحدث عن دوله، ان نتحدث عن افراد، وما علاقه هؤلاء الافراد بالدوله. اعتقد دي كلها امور يجب حسمها سريعا. وزير الماليه تعديلات في خطه الاصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد. انا اكثر ما استوقفني الحقيقه في هذا التصريح كان يتحدث عن تجارب البنوك الاسلاميه ودورها في اخراج او العمل على الصكوك. فبالتالي نتكلم على موضوع الصكوك الاسلاميه فيما يتعلق بالامور السياديه في الدوله، ده شيء محل خلاف كبير جدا. مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر قال كلمته ورفض هذه الصكوك لانها تعرض بعض الامور او الجوانب السياديه في الدوله الى يعني امور تجاريه وامور ماليه لا يجب ان تكون مجال للمقامره تحت اي ظرف من الظروف. اتمنى من السيد الوزير
أي قرار من أي وزير مش بس وزير المالية يجب أن يخضع إلى حوار مجتمعي حقيقي حتى لا نفاجأ بقرارات فوقية كما كان يحدث في عهد النظام السابق أو في قرارات لا تحوز على قبول اجتماعي. طيب خليني أقول لك بعد الفصل أنا رأيي عشان تحاولش تحقيق. طيب خلينا نروح سريعا وننتقل معاكم الفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهارك سعيد.